قال ابن محمد صلى وحي الاسرائيل دائما لساني يا الله يا وجود صلى على محمد يا دائما لساني حزنا النبي لاجل بنت سارة ينقعه علي يا دائما لساني يا الله يا وجود صلى فرج الله كربي في ساعتي والآن كما حدا يا سيدي يا دائم على لساني الله يا الله يا وجود صل على محمد يا دائم على لساني كما برد عليه بنارك يحميني إبراهيم الخليل يا دائم على لساني الله يا الله يا وجود كما نسال الله نبي الله نوح وهود هو صالح يا دائم على لساني الله يا الله الله يا وجود كما نسال الله نبي الله نوح وهود هو صالح يا دائم على لساني الله يا الله الله يا وجود فمدى الله مال جميع الأنبياء وإن المؤمن هنا يا دائم لساني الله يا الله الله يا وجود صل على محمد يا دائم لساني كما حفظ الله بنبره والقتال وإن مال يوسف يا دائم لساني الله يا الله الله يا وجود صل على محمد يا دائم لساني نبي الله يونس حفظ الله الحوت ربي يحمي لأهلي يا دائم لساني الله يا الله الله يا وجود صل على محمد يا دائم لساني يا ربي يا حليم أنت ربي عليم وعفو عنا ذنوبي يا دائم لساني الله يا الله الله يا وجود صل على محمد يا دائم لساني كما حرس الله بالحزب واللواد ثم انصر في اويني يا دائم لساني الله يا الله الله يا وجود صل على محمد يا دائم لساني ببركة النبي ابونا ادم حواء واما الباقي فصلي يا دائم لساني الله يا الله الله يا وجود صل على محمد على لي إخواني بالحس والإيمان فتح نعمة صوابي يا دائم لساني الله يا الله الله يا وجود صل على محمد يا دائم لساني خربت كل شيء يمشوا من ساقين تخال الله خيري يا دائم لساني الله يا الله الله يا وجود صل على محمد يا دائم لساني ببركة جلالي بحق المرسلين لأنه إبليس يا دائم لساني الله يا الله الله يا وجود صل على محمد يا دائم لساني وفاق الله ديني بالوعد والوعيد نبي الله نوح يا دائم لساني الله يا الله الله يا وجود صل على محمد يا دائم لساني نبي الله هود نتاه بالهدايا عذابه يضيع يا دائم لساني الله يا الله الله يا وجود صل على محمد يا دائم لساني إذا علمه هود يعلم الكتاب من الشبه.